يا سبحان الله، صدفة لذيذة. أنا سهام فعلا. بعد إذن حضرتك اتفضل. عجلة قدام. الصدفة قال بيقول لي صدفة. من فضل حضرتك عايزه الكتاب ده. تحت امر حضرتك. على فكره الجزء الثاني من الكتاب نزل. والله هاخد الجزء الثاني كمان. هات الجزء الثاني من الطب النفسي يا اشرف. حاضر يا استاذ. اتفضل يا استاذ. لا يا فندم منتظرها انا. يا استاذ اتفضل، مفيش وقت. اوكي بيه اتفضل. حكايات جنسية بكام يا أشرف؟ إيه؟ حكايات جنسية بكام؟ بيقول لك حكايات جنسية بكام يا أشرف؟ أستغفر الله العظيم يا أب، أستغفر الله العظيم يا أب. يا بيه ما طول عمره بعشرة جنيه، إيه لازمته الصياح ده؟ بقول لك إيه؟ طول وروش لحد ما أجيب نسكافيه. عيني. واحد نسكافيه لو سمحت. في يا جماعه قطط في المحطه على فكره. تولد دي ولا ايه؟ صباح الليل يا فندم. مزيحة كلينكس. لا حضرتك كلينكس في الممر التاني مش انا. مديحة كلينكس. ليالي حمراء فردي ومجموعات. لا هو لا فردي ولا مجموعات، انا مش للدرجة دي. تيجي تحرش ولا فعل فضح في السيارات، انا معاك في اي خط. انت فاجئتيني بسفلتك، اقصد بصراحتك. معقولة تطلع اللي في دماغي؟ هو ايه اللي في دماغ حضرتك؟ كرباجي معايا وغرقان زيت. يا باشا بتجري كده ليه؟ انا حاسس ان الحلو بتعمل فخر جوه. طب يا باشا خد دي. أرجوك تقول لي مين معايا. صوتك ده بيفكرني بأحلى قصيدة كتبتها في حياتي. أقولها لك؟ صوت صمتي بيقول لي أقولها. اسمع يا ستي. طليت تحت صدري لقيتك بردانة من حسي، ولما التقاك الشوق غطاك بدموعي، يعني دفيانة دفيانة. اسمع يا أستاذ عبد المنعم، فلوس تاني ما اقدرش اديك. هات اللي عليك الاول. وحيد؟ هو لسه استاذ عبد المنعم ما جابش الفلوس اللي عليها بابا. سيبك منه، افرح يا وحيد، ارقص يا وحيد، غني يا وحيد. يا خير يا بابا، لقيت لك الشغلانه اللي نفسك فيها يا بجد يا بابا. شركه تامين عالميه فتحت فرع ليها هنا في مصر. عالميه؟ ودول يا بابا هيقبلونا؟ ده هيقبلوه غصب عنهم. عارف ليه؟ ليه يا بابا؟ صاحب الشركة كان زميلي في المدرسة. زميلك زميلك؟ تختة واحدة. تعالى. بتعمل ايه يا بابا؟ يا رب الله. باب الراحة إن شاء الله حقيقية بس ليه هي؟ أهي. ايه ده بابا؟ مين فيكم انت؟ انا ده وده شوكت مدير الشركه. شفت مايوهات زمان؟
ايه المايوهات ده بابا؟ بتاعتكوا دي ولا مأجرينها؟ مأجرينها ايه؟ دي مايوهات زمان كنا ساعات نخرج بيها في الشارع. بس ده صغير قوي يا بابا. ما زمانه كبر يا ابني. ده لو شاف الصورة احتمال ما يفتكرش نفسه أساسا. أنت بس تقول له أنا جاي من طرف فريق فتح الباب. لو ما افتكرش قول له بقمار الساندوتش المفتق اللي كنت بتسرقه من شنطته. يا رب يا بابا يا رب. ما هترد يا بابا. هترد يمكن أستاذ عبد المنعم جاب الفلوس اللي عليه. عبد المنعم مين؟ عبد المنعم بابا في الصالة. أيوه أستاذ عبد المنعم الفلوس اللي عليك. اسكت مش هاجر. خلاص هرد أنا. ألو. ألو. ما ترد يا بجم يا حقير. لا لا يا واطي. لا لا يا سافل. لا 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 عيب. الله اقفل السكه انا مش شمش يا بابا دي حرق دمك. عيب قلت. الو بابا. كارت ايه يا حيوان؟ انا لسه بتاكل انت وسايط عن بكر. اطلع بره بره. اي بني ادم معاه جواب ولا كارت يبلعه. هو بعد اذن حضرتك الحمام فين؟ اتفضل من هنا. شكرا. اللي جايب لي كارت او واسطه يتفضل يمشي. دي مش شركه تامينات عائليه. حضرتك مقدم في نفس الوظيفة؟ زي المدير ده صوت عالي قوي. تحس ان حيوان بيزعق. تحس كده انه حاطط حلة جوه صدره حاجة زبالة. والغبي ما يعرفش ان انا هقبل في الوظيفة. يعني هقبل؟ اصل هو بابا كانوا زملاء في المدرسة مع بعض. ياما سرق من بابا سندوتشات المفتقة. شكلك مش مصدقني صح؟ انا هثبت لك. بص حضرتك دي ايام ما كانوا بيصيفوا مع بعض زمان. مش عايز اقول لك المدير هيتفاجئ قد ايه لما يشوف الصورة. Good luck. جاتك نيلة انت وابوك. يا طيب يا حضرتك بتعمليه بقسوة؟ ابدا والله. طيب يا طيب كان ليه علاقة بالجنس الاخر وحضرتك يعني حيمطيه منها؟ عمري ده انا بتمنى انه يعرف واحدة بس هو اللي مش عايز. طب في البيت يا طيب بينام في الضلمة لوحده؟ هو ليه الاوضه بتاعته بس احيانا بينام معانا. اطمني خالص ان شاء الله هيكون بخير. متشكره قوي. الحياه حلوه عايزاك تكون اقوى من كده. وبعدين بقى ما عندناش راجل يعيط. صباح
الخير. صباح الخير. الدكتوره موجوده؟ شوفوا لكم حل في الريحه الوحشه دي. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده زبون عنده اكتئاب؟ مين ما عندوش. حضرتك هكتب له شويه مضادات اكتئاب وشويه فيتامينات، ان شاء الله ياخدهم هيبقى كويس قوي. متشكره قوي يا دكتور. اتفضل. شكرا. اتفضلي حضرتك، وانت ماجي هجيب لك البوبي بايا. شكرا. ياه، محدش في الدنيا دي مستريح، مفيش كلب ياضي بنصيبه. بقولك، عارفه مين جاينا النهارده على العشاء؟ مين يا ماما؟ رأفت ابن عادل الجوهري. عايزين ايه؟ جايين يتكلموا عليكي. قطع لسانه اللي يتكلم عليا نص كلمه. جرى ايه يا حبيبتي؟ جايين يطلبوا ايدك. مش فاضيه يا ماما، عندي شغل وزعيهم. لحد امتى يا حبيبتي هتفضلي كده عايشه في وسط القرود والكلاب؟ لحد ما تصرفاتك بقت زيهم. هو ايه يا ماما؟ ادخل الحمار يا فندم؟ ايوه فريد. ها شفت القفل ابنك عمل ايه؟ ايه اللي حصل يا شوكه؟ بترتشلي على بنطلوني يا سيدي. اكيد من فرحته. انت خلفته ازاي؟ شوكه تعمل معروف، ده انا دخت على ما جبت نمرتك عشان اكلمك من وراه، لان عارفه كريزي يا شوكه ومش هتعيره. انت عارف كويس طول عمري كوريكت وبرفض الوصايا، لكن علشان خاطرك احنا برضو عشره عمر. ربنا يخليك لي يا شوكت، وجميلك ده في رقبتي مش هنسال عمرك كله، واوعى انت تقول له وانا كمان مش هقول. اوكي، اعتبره تعين يا كاسانوفا. ضميني وانسي الناس؟ سيد والله لا فيج عليك الناس. بصي يا ماما، بحب الواو، خلي الواو. صح، اكيد الباب اتقفل عليكي صح؟ اتفضل شوف باباك بعت ايه لمامتي. يا خبر اسود، فاهم باباك ان امهات الناس مش لعبه. اهدى بس يا سهيام. انت انا مش هسكت. ايه سهيام؟ ارجوكي أرجوك استر علينا، ولازم تراعي ان بابا في سن خطر. ابوس ايدك يا سهيام. خلاص انا عشان الجيه اللي بيني بس. خلاص انا مش هعمل حاجه، لكن بعد كده هبلغ البوليس. لا 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 البوليس، لا الحاجات دي ما تروحش كده بالبريف. لازم ودي ودي ودي. انا اللي في ايه برضو؟ طلعتني من الحلم الجميل. امك الله يرحمها تسلم عليك يا وحيد. لا والله، امك جاتني في المنام، كانت لابسه تيشيرت ابيض وشورت ابيض وشراب ابيض وجزمه بيضاء. ليه يا بابا انتوا كنتوا بتلعبوا تنس ولا ايه؟ تنس؟ احنا فينا صحه للتنس. كانت جايه ترقص بالي. بابا انت ناقصك حاجه. من صغري وانا حارم نفسي من لذه الدنيا علشانك. كنت تقول لي اجيب لك بلاي ستيشن يا وحيد، اقول لك لا يا بابا السخان في البيت اولى. فاكر يا بابا لما قلت لي اجيب لك موبايل 6600؟ انا رديت عليك وقلت لك ايه؟ قلت لي موبايل الشقه احسن. امال ليه؟ ليه ابن السحب من تحت عقد ببان الناس؟ صراصير احنا يا بابا؟ لا. انت بتحبها بابا؟ يا فضحتي. غلطت معاها؟ انا ما عملتش حاجه تعرك يا بابا يا وحيد. حد ما كان شافني؟ ويشوفونا ليه؟ ده حب من طرف واحد، هي مش حاسه بيا. طب وده اسمه كلام يا بابا؟ مش لازم الاول تتاكد، يمكن تكون صاحبه ولا حاجه. يا عمي مين هيبص لها دي؟ وبعدين انا اتاكدت ان مفيش حد في حياتها. خلاص يا بابا، انا هظبط لك الموضوع وان شاء الله هتتجوزها. يعني هتتجوزها؟ مساء الخير. اهلا يا استاذ نور.
انتوا ليه مش حاطين لي صوره مع اصدقائي الفنانين هنا؟ مش عارف والله يا فندم، وصلنا السجل هنا. كنت عايز اسال بس لو ايه ده؟ انا اهو، هو ده انا. وحضرتك مش عارفني ولا ايه؟ لا والله مش واخد بالي. حضرتك مش كنتش فيلم سوق العبور سنه 93 نزل كسر الدنيا؟ انا كنت عامل اخر مشهد في الفيلم اللي كنت بقول فيه احمر على ابويا بطيخ، احمر على ابويا بطيخ، احمر على ابويا بطيخ. ايوه 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 افتكرت كان في مسلسل. انا ما حد سال عليا؟ مش منى شلبي موجوده؟ خلوها تصور اي حاجه، قولوا لها شريف الشريف بيقول لك يا منى يا شلبي ها انا جاي كمان ساعه. عفوا، وقد نفذ رصيدك، يرجى اعاده شحن البطاقه. المشهد ده مش هعمله، مش هلبس مايوه. ايوه حبيب قلبي. لا لا هنط في المركب على طول. طب بقول لك يكلمني كمان ساعه عشان عندي ميتي. باي باي حبيبي. مية مية يا معلم. موضوع التأمين ده سهل قوي يا معلم، عندي. ازاي؟ ما تقلقش بجد يا شريف، انا اول واحد هيأمن عربيته عندك، بس العربيه عايز عمرو عديها لي. والله طول عمرك نجم، بس ادعي لي اقبل في الشركه الاول ان شاء الله. مين علا غانم؟ يا ساتر يا رب. الو يا عم رد، انت عامل فيها مهم. علا ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني. علا مين؟ انا سعيد الريش. اسمع، جيب القميص الراكور الابيض وبكره تيجي بدري للمخرج يخرب بيتك. عيد ميلادك هو النهارده كام في الشهر؟ يا حبيبتي زي كل سنه. طبعا طبعا هاجي. شرف ابوك وشرف ابو خد معاك. تيجي معايا فين يا عم؟ هو انا فاضي للحاجات دي؟ ده انا ايه ده فاكراني كده؟ انت حركتها، هي كسفت عشان انا واقف معاك. العب العب العب. بقول لك ايه، ما ينفعش اتاخر قسط التامين. اوكي، بس لو حصل حاجه للعربيه اصرفه بسرعه. بس ما تروحش تخبطها وتيجي تقول نصرف. عيب يا عمك، زي مراتي. اتفضل يا باشا. شريف الشريف، أبوس إيدك مش وقته. أهلاً، كريم الصودفة. هو حضرتك من امبارح ما بتتكلمش ليه؟ أنا هل في حاجة في قلبك؟ أيوة يا سامي. إيه؟ الحيوان ده لحد دلوقتي ما بعتش الورق. قولي له شوكت بيبي وقال لك ابعت فاكس بسرعة فورا. يا تونيلا، هو حضرتك شوكت بيبي؟ ايوه يا هيف. مدير الشركة؟ يا تونيلا عادي لغاندي اللي تروحين. حاضر يا فندم، تفضل. اتفضل يا فندم. ندى هو اسمك؟ لا حضرتك صاحبي. اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا مين الاستاذ ده يا فندم؟ شريف الشريف ممثل. هو حضرتك ما شفتنيش قبل كده؟ لا انا الحقيقه اعرف عمر الشريف، نور الشريف، ناهب شريف، انما شريف الشريف ما حصلش الشرف. ازاي يعني؟ هو حضرتك ما شفتش فيلم سوق العبور؟ ده نزل سنة 93 وكسر الدنيا. اللي انا بقول فيه ايه؟ احمر على ابويا بطيخ، احمر على ابويا بطيخ، احمر. استاذ شريف فندم كان اشترى عربية جديدة وجاي يأمن عليها، وده تقرير الفني يا فندم. اتفضل. كل تمام يا باشا. تمام ماشي. انت متاكد ان ده فنان؟ بس حضرتك قاعد في الهدوء. انما ليه كلهم كده مرضى؟ معلش يا فندم ما تحطش دماغك، انا بس عايزك تركز في التفاهم. العربيه زي الفل، الفن اللي بيقول لك هي بس محتاجه تغيير قطاش حاجه بسيطه. مش مهم مش مهم بطاريه ايه بقى؟ والعربيه حضرتك ممكن تطلع عليها من الشباك، انا راكنها تحت. طيب يلا بينا. يلا هي فين؟ اهي يا فندم، هي الذهب اللي وقفت في الشارع. بس حضرتك عروسه ما شاء الله. يا عم ما تروق، فيه ايه؟ اروق ازاي؟ عمرك شفت حظها بل من كده؟ انت هتدفع حاجه من جيبك؟ انا مش فاهم ايه التربات اللي انا فيها دي.
الراجل مضى البوليسه من هنا والعربيه بعد عنك بقت عامله زي علبه السلمون من هنا. بقول لك ايه، ماليش دعوه، الشركه لازم تصلح لي العربيه وبسرعه، ده لسه عامل عمره موتور. اللي اسمعك كده قول ان انت راكب بورش. يا نهار اسود، ابويا ابويا، شيل البير والحشيش، شيل البير والحشيش. هو عنده بلوتوس الراجل؟ اتنيل بنيله. ايوه يا بابا. كلمت الناس يا وحيد؟ كلمت مين؟ اه طبعا يا بابا، ايوه هكلمهم طبعا، بس انا مستني افصل شويه. افصل؟ لا يعني مستني افوق. افضى، مستني افضى يا بابا شويه. ما تنساش، هكلمهم طبعا حالا. الف سلامه. سلام. الو الو. ايوه يا طنط، انا وحيد. وحيد مين؟ وحيد يا طنط اللي ساكن قدامكم في العماره. ايوه ابن الاستاذ فريد، مظبوط يا طنط. اهلا يا حبيبي. اهلا بحضرتك، ربنا يخليكي. في الحقيقه يا طنط احنا كنت انا وبابا كنا عايزين نيجي نزوركم. ده يوم المنى. وبعدين يا طنط يعني احنا قلنا ندخل الباب من الباب. طبعا امال حضرتك فاهمه الحاجات دي، مش محتاجه شرح يا طنط. خلاص هنستناكم بكره ان شاء الله في اي وقت. ربنا يخليك، مع الف سلامه. هيام هيام. هاي يا ماما. بقول لك ايه، الاستاذ فريد فتح الباب جارنا، هو وابنه جايين عشان يتكلموا عليكي. لا اله الا الله، هو كل واحد فاضي يتكلم عليا شويه؟ يا بنتي جايين يخطبوكي، الولد زي الفل وابوه غني جدا. حضرتك مش فاهمه قصدي يا ماما. ده هتقولي عليه خام؟ ده جن. سيبيني افكر. تفكري في ايه؟ بقول لك ايه، اتخطب الاول واثناء فتره الخطوبه فكر على مهلك. طالما حضرتك مسيه على بركه الله، الف مبيوت. ليه الدموع دي يا وحيد؟ دي تبقى الفرح يا بابا. والله كبرت يا بابا، هتتجوز. ده اليوم اللي انا عايش علشانه. عارف ايه اللي قاطع بيا؟ ايه يا حبيبي؟ البيت هيفضى عليا بعد ما تتجوز يا بابا. لا هتاخدك مني. لا ما تقولش كده يا وحيد، مفيش حد في الدنيا يقدر ياخدني منك. انا طبعا حاجه ازورك، هزورك كتير، وانت طبعا تيجي تزورني، هنزور بعض على طول. تعالى طنط طيبه هتفرح بيك قوي، بس بلاش تيجي وانا مش موجود. طنط بتحب تقعد براحتها، ها فاهم؟ مساء الخير. مساء النور. الورد ده لاحلى ورد. شكرا. انا انت جاي لوحدك؟ لا طبعا. فريد تعالى يا فريد. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اهلا اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. ربنا يخليك يا طنط. اتفضل يا حبيبي، اقعد. هيام تعالي يا حبيبتي، ما تكسفيش. ازيك يا هيام؟ ما تحرجنيش اكتر من كده. نويت يا عم فريد. ازيك يا بنتي؟ الأوقات اللي زي دي بيبقى دايماً فيها كسوف. طبعاً طبعاً يا طنط. هو في الحقيقة أنا مش عارف أبتدي منين. من غير مقدمات، أشوف يا أستاذ فريد، أنا مش هلاقي البنت هيام عريس أحسن من ابنك وحيد. ولا إيه نون؟ ما تكسفينيش يا مامي بقى. الله، وحيد مين يا بابا؟ مش عارف يعني في سوق. قومي هات الشربات يا حبيبتي. كان نفسي المرحوم بابا يحضر معايا اللحظة السعيدة دي. أنا كان نفسي المرحوم أبوك أنت اللي يحضر المناسبة دي. عن إذنك هفتح الباب. بقولك يا بابا، يا الست دي بتتكلم على أبوها ليه؟ أبوها الله يرحمه ماله بالموضوع؟ أنا شكلي هشيل الليلة ولا إيه؟ الست بتعيط، ما أقدرش أفهمها دلوقتي، تتصدم. هفهمها واحدة واحدة. إهدى بس. اهلا يا بابا. في ايه؟ خاله العروس. خاله العروس فين يا جماعه؟ خاله العروس. ولد العريس. اسمح لهم يا بابا، انا هتكلم اهو. قول يا بابا، ترسل ايه؟ على الشهر مين ولا مين؟ انا هتكلم يا بابا.
ينفعش كده. هتكلم مين ولا مين؟ اديني فايس. استنى مستني يا بابا لحد ما اخلص. طب يا حبيبي كده بقى يبقى مبروك يا وحيد. نلبس التنينه. انا كده انتهيت ولا ايه؟ ايه ده مفيش حاجه. ايه انتحر وارمي لك نفسي من فوق السفره عشان ترتاح؟ ليه بس يا ابني؟ اكهرب لك نفسي عشان تخلص مني؟ لا يا ابني. امال اعمل لك ايه؟ لا اعمل معروف ما حصلش حاجه لده كله. بقول لك يا بابا انت مش تكتب جوابات حب وانا اتدبس واتجوز يا بابا. اخرس يا حيوان وطي صوتك بلاش فضايح حد يسمعك. بقول لك ايه؟ عاوز ايه؟ انت زي ما دبستني في الجوازه دي تخلصني منها. هخلصك يا اخوي. احنا لسه على البر. لا اتفقنا على ابيض ولا على اسود. يعني ايه؟ يعني اسبوعين ثلاثه ونفسك الخطوبه كان المشوار ده ما حصلش من اساسه واديني رجعت الورد معايا خلاص. ليه الدموع دي بس؟ دموع الوكسه يا بابا. انا كمان يا ابني توكست. انا خايف يا بابا. ما تخافش يا حبيبي. انا خايف. ما تخافش يا ابني. شفت عيلتها عاملين ازاي؟ اكتر من كده وزيح ربنا. ايوه عيلتها لقوا كلهم رجاله. ولا انا اقول لك طنط بتحب تقعد براحتها. شغلي باظ. انت ورطت في جوازه. انا وضعت كده ولا ايه يا شريف؟ يا عم الشغل ما باظ ولا حاجه والراجل اللي هتعمل عليه جاي حالا والبنت اللي اسمها هيام دي عمل لها قرد واحلع منها. خبر اسود. ايه في ايه؟ بطلة العالم في المزداد 85 مزد كل حد دلوقتي. عايزه ايه دي؟ انا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم في ايه؟ ايه المبنى اللي دخل علينا ده؟ بريك كيف حبيبي؟ وحيد وحشني. ازيك؟ وحيد صاحبي اللي خلصتك البوليسه. اهلا صحيح. ازيك يا بليك اخبارك ايه؟ ما شاء الله اللهم صل على النبي. حاجه تشرف بجد. حاجات كده بسيطه عشان مستقبل الاولاد بس. اهم حاجه عايز الموضوع يخلص بسرعه. تقلقش يا بليك احنا بكره الصبح بعون الله هنطلع المستشفى اطلع لك شهاده المخالفات اقصد الشهاده الصحيه وكل شيء هيخلص. اوكي اشوفك بكره يا بليك. اشوفك. اخش بكره يا بليك. شرفك. باي باي. اسود مستشفى ايه ده؟ ما ينفعش معاه مستشفى. انا هاخده واطلع التوكيل. اصل بقى كده فل. انا مش عارف اودي جمالك فين يا شريف. انت زور يا معلم. يا عم هي ناقصاك. الو. ايوه هيام. عشا ايه ده؟ انا لسه خاطبك من 5 ساعات. خلاص جاي لك. مع السلامه. هروح لها وهيبقى عشا اسود عليها وعلى اللي خلفوها. ربنا يخليه. دنيا خربانة في المنيب خربانة سلسل خربانة. أهلا وسهلا أستاذ فريد. اتفضل. أهلا بيكي. الوقت مش مناسب ولا حاجة؟ لا أبدا. وحضرتك ما تعرفش الأولاد بتعشوا برا؟ ما يرونيش. لا فريد أدخل ولا أرجع ولا أعمل إيه؟ لا أبدا تحت أمرك. اتفضل. وتشكر. دنيا خربانة يا سيد خربانة. اللوحة دي أنا اللي رسماها. إزاي ما لفتتش نظري لما دخلت الشقة قبل كده؟ دي قمة في الإحساس. اللوحة بتتكلم. سامعة حضرتك؟ بلاش مبالغة. دي لوحة بسيطة جدا. اسمحي لي أقول لك يا هانم، أنت موهبة مرمية في العمارة دي. ربنا يخليك. سوري على لفظ مرمية. أنت موهبة مدفونة في العمارة دي. إيه الجو ده؟ رومانسيه وكده؟ حياتك وحيد انت بتزعق ليه؟ انا بحب ازعق في الاماكن الهاديه يا ستي. متر بياحه بياحه وطي صوتك. انا مقفر وشارب خمره. انت بتشرب خمره؟ انت فايز احلام يا رب. ويا ترى حضرتك اللي بتختاري الالوان ولا بتيجي معاكي كده؟ تيجي معايا كده؟ لا انا اللي بختار الالوان. انت فظيعه فظيعه فظيعه. حتى العقد نفسها قطعه فنيه. ده الذكرى اللي فضلاني من مرحوم جوزي. اصل كان كل ما يخلع سنه احتفظ بيها. لما مات لقيت عندي طقم عملت عقد بحس بالامان قوي من نفسها. يعني دي سنان جوز حضرتك؟ انت كنت متجوزه جمل بقى.
ممكن فنجان قهوه؟ واضح ان الكلام بينا هيطول. حاضر هعملها حالا. امور يا فندم. من فضل حضرتك كنت اكلت قبل كده حاجه عندكم مشطشطه كده؟ لا ما بحبش الشطه، انا تعبان بتعب منها. الدكتور قايل لي ما تاكلش شطه. خلاص بلاش، بعد شويه بعد اذنك. شكرا. وحيد انت عصبي كده ليه؟ ولا عصب ولا حاجه يا ست. وحيد انت بويجك ايه؟ لا ثانيه واحده انا هعيط. يا طايا انت بويجك طيابي ولا هوائي ولا مائي؟ سكني سكني واخد ناصيه كمان. واو. ايه الكلمه اللي اولها ب واخيها كيف؟ مفتيك. من فضلك ثبت حواجبك، مش عارفه ارسمك. انا مش بالعكس، ده بالبرد. كان يا مكان كان في زمان ولد غلبان اسمه وحيد، وعيوزته اسمها هيام، ودوتة دوتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ تصبح على خير يا انسة هيام. تصبح على خير يا حبيبي. حبيبي دي بتغزني. رب رب معجزة من عندك يا رب. شكرا يا رب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بابا هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. وحيد تفهمني شغلات يا ابني، ده انا لوحه بترسم. بص. ايوه صدقني يا حبيبي، باباك زي ما قال لك لوحه. اتفضل قدام يا بابا. حبس هدومك. لا يا بابا زي ما انت كده بجنازيرك، اتفضل قدامي. اتفضل اتفضل. استر لحمك، كفايه فضايح. انا ما عملتش حاجه تحرك يا وحيد. دفعت لك كام يا بابا علشان تقلع هدومك؟ لا ما تقولش كده، انا اترسبت بمزاجي.